فور جلب الحيوان يقوم إسلام بتهيئة غرفته بإمكانيته البسيطة، ومن ثم تشخيص حالة الحيوان. أنا نفيري في ورجليه إذا يقدر يوقف ماشي مكسرين. هنا عنده شوية مشاكل، نشوف اللي عنده شوية مشاكل على حسب ما نشوفه. هنا هذه أنثى صغيرة في مالة من نوع الديب الإفريقي لودافريك. قيسوا لها دوك لامبوبيراتور تاعها، هنا راهي 33.5، هي نورمالمون تكون 38. نستناو حتى تطلع لها 38 من الغدوة إن شاء الله باش نقدروا نديروا لها اللقاحات اللازمة. دوك ندوشوا لها في الليل ونديروا لها لومبا لوم شوفون باش تريح تطلع لها الحرارة تاعها، تكون الحرارة تاعها طبيعية، ونعطيو لها تاكل وندوشوا لها تاع باش يروح لها كاع الحشرات اللي راهم فيها الطفيليات، هما اللي يمصوا لها الدم ويخليوها ضعيفه هكذا. هذه تسمى كاين لومب شوفون سبيسيال للحيوانات، هي اللي تعطيها الراحه كامله. وكاين واحد لي زور سبيسيال يتباعوا عند الفارماسيين، تبرونشيهم في الكهرباء يسخنوها كما يديروا لي بيبي، ولكن الامكانيات ناقصه نخدموا بهذه الامكانيات حتى ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله. انا عمي.